أما وزير التعليم التونسي الأسبق رئيس حزب الائتلاف الوطني ناجي جلول فيرى أن المغرب بإجراءه لهذه الاستحقاقات الأخيرة يكون قد وضع تقليدا ديمقراطيا راسخا ومتجذرا في التداول السلمي للسلطة. أولا وضع المغرب لا يمكن إذا أن يحسب أو هو وضع خاص، هو أولا وضع ملوكية دستورية ومن أصل بالأنظمة على مين هي ملوكية دستورية، لأن نحن في ملوكية دستورية في وضع خاص جدا يعني، والمغرب أصبحت له بحكم رمزية الملك أصبحت له تقليد إذا في التداول السلمي على السلطة، إذا لا يمكن مقارنة الوضع إذا المغربي بالجزائري بالتونسي بالليبي أو بالمصري، هو وضع خاص، هو وضع ملوكية دستورية. أنا سعيد إذا بأن التجربة الديمقراطية المغربية تتجذر، إذا أعرف جيد المغرب، إذا أنا آخر كتاب لي حول المغرب، تتجذر بأن التداول على السلطة أصبح تقليد، إذا دخلت إذا في التقاليد الناس، وربما آن الأوان بأن نتجه إلى مشاكل أساسية لمجتمعاتنا، مسألة الثقافة، مسألة التنمية، مسألة الاقتصاد، مسألة التعليم، ومسألة أساسية اليوم هو شوف إلى اليوم هذا السؤال الغريب، لماذا تقدم الغرب وتأخر المسلمون؟ فقط لأن المسألة هي مسألة رقي، اليوم نهتم بالرقي. التجربة الديمقراطية في المغرب ليست حوالية اليوم، لأن هي تجربة أخذت وقت للنضج وعرفت انتكاسات وعرفت تراجعات، واليوم أرى أن هنالك نوع من النضج، وبصراحة معناها الملك محمد السادس لعب دورا هاما باعتبار أنه شاب ينتمي إلى جيل جديد، إلى رؤية جديدة، ويعني ابن تجربة الحداثة. إذن ربما وجود الملك في المغرب سهل هذه العملية، ثم بطبيعة الحال لا تنسى دور النخبة المغربية مع عبد الجابري، إذن المنجرال، المغرب كون نخبة مثقفة صنعت رأي عام، لأن النخب تصنع رأي عام، صنعت رأي عام مؤهل للديمقراطية ومؤهل للحداثة. لا ننسى أن المغرب يمتلك أحد أهم النخب الفكرية في الوطن العربي. ربما ما يحدث في المغرب بمقارنة ربما مش نفس المقارنة ما حدث في تونس، هذه النخبة نعرفها الفكرية والجامعية التي قادت المجتمع معارك الحداثة في تونس، نفس الشيء للمغرب اليوم نخبة نصور المخر المغربية لعبت دورا هاما، وأنا حزين على تراجع اليسار المغربي، أنا ابن اليسار ولي علاقة إذا وجدانية مع اليسار المغربي، صعود لأن الأحزاب اليسارية والتنظيمات اليسارية لم تتجدد، بقيت ربما بين ظفرين لها نوع من السلفية إذن الفكرية، العالم تغير، وفرصة إذن صعود الأحزاب الليبرالية وهيمنة الليبرالية أو أحزاب الشعبوية، فرصة لليسار المغاربي، يعني أنتمي إلى اليسار، بأن يراجع خطاباته، بأن يراجع رؤيته، بأن يراجع هيكلته،